فضيلة الشيخ وفقكم الله. النقطة الثالثة التي ذكرتموها وهي من أخلص الأعمال لله عز وجل ولكن يريد أن يجازيه الله في الدنيا إلا بشفاء المرض أو دفع عين أو غير ذلك. هناك كلمة مشهورة عند العوام حيث إذا أراد أحدهم أن يتصدق قال ادفع هذا المال أو تصدق به ساعة سنة وهي مشهورة جدا. أنا حكم هذا القول ودفعت بلاء هذا ما ينبغي أنه يقال أو يصدر من الإنسان المؤمن، لكنه يدفع المال لوجه الله عز وجل، وإذا أخلص لله عز وجل فإن الله يدفع عنه البلاء، يتوكل على الله ويريد وجه الله بهذه الصدقة والله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك بمنه وكرمه يعافيه من المرض. فالمسلم يخلص النية لله بالصدقة، يخلص النية لله بالصدقة، ولا يكون قصده إدفاع بلاء فقط، لكن يكون قصده التقرب إلى الله عز وجل. أما إدفاع بلاء هذه كلمة عامة. نعم.